السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. مع اقتراب انطلاق أعمال الدورة العادية الجديدة لمجلس الأمة والمقررة في 2 تشرين المقبل، تشتد حمى انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم، فيخوض انتخابات رئاسة المجلس كل من النواب عاطف الطراوني عن كتلة وطن، مفلح الرحيمي عن العمل الوطني، أمجد المجالي عن النهضة، وحديث الإخرشة عن المبادرة، وحازم قشوع عن كتلة الإصلاح، وهو عدد مرشح للتناقص خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل توجه النواب نحو سياسة الائتلافات التي سيكون في مقدمة أعمالها ترتيب أوراقها لاستحقاق انتخابات رئاسة المجلس وأعضاء المكتب الدائم. معركة انتخاب الرئيس دخلت مرحلة ربع الساعة الأخيرة وسط أجواء من الضبابية تلف مشهد الانتخابات، رغم وجود تحركات عدة تحدث عنها نواب تجري في الكواليس بين كتل مختلفة في محاولة لإيجاد نوع من التفاهمات تمهيدا للمعركة القادمة، في وقت تبرز في المشهد مشكلة الكتل الباحثة عن مكاسب والتي تريد الدخول في تحالفات انتخابية تقوم على مبدأ تقاسم السلطة في مواقع متقدمة في المكتب الدائم بالسعي للحفاظ على مكاسبها أو تعويض خسائرها. في هذا السياق واصلت العديد من كتل النيابية البحث عن مكان لها على الخريطة، حيث كشفت مصادر نيابية النقاب عن سلسلة اتقاءات عقدت أخيرا بين عدد من الكتل للبحث في صيغ تحالفية واستشراف الرغبات لدى هذه الكتل وطموحاتها خلال الفترة القادمة. انتخابات رئاسة نواب الأردن تزداد سخونة وتنافس حاد في مواقع الصف الأول، وعيون الجميع تراقب وزارة برلمانية، وهو عنوان مقال الزميل بسام بدرين في صحيفة القدس العربي والتي قال فيها: في كل الأحوال تبدو حاليا مؤسسية ومفيدة لمجلس النواب كمؤسسة أساسية في المعادلة، خصوصا مع عدم وجود حسم من خارج البرلمان لمواقع الصدارة، ومع صدور إشارات توحي بأن الدولة ستعمل على عدم التدخل في فرص جميع المرشحين، ويبرز أن الترشيح لبرامج البرامج يظهر لأول مرة في انتخابات كانت تحسم بالعادة خلف الستارة وفي الكواليس وفي جلسات المزارع وبموجب تعليمات عابرة للجميع. فالطراوني يترشح هذه المرة على أساس برامجي وبغطاء يشمل جميع الكتل والائتلافات، ومجموعة المبادرة تعلن عن ولادتها الكتلوية عبر ترشيح الخرشة، مع بيان يتحدث عن الترشيح البرامجي في سابقة مؤثرة. من هنا نتساءل الليلة، ما الذي يحدث في أروقة المجلس، وإلى ماذا ستفضي؟ مع ضيوفنا كل من أعضاء مجلس النواب أصحاب السعادة الدكتور محمد كريم زبون والدكتور خالد البكار والنائب حديث الخرشة بعد الفاصل. اهلا بكم، ارحب بكم من جديد وارحب بضيوفي الكرام. قبل ان نبدا حوارنا الليله، الدكتور خالد البكار رئيس كتله وطن النيابيه، اهلا بك، شرفتني بحضورك. اهلا بك. الدكتور محمد كريم ازبون نائب رئيس كتله الاصلاح النيابيه، اهلا بك، شرفتني بحضورك. والنائب المهندس حديثه الخريشه عضو كتله المبادره النيابيه، اهلا بك، شرفتني بحضورك. اهلا بك، شكرا لك. دكتور خالد، وكونك خبير في الحراك النيابي والشؤون النيابيه، هذه تهمة يعني. مش تهمة يا سيدي، بدينا باتهامات بدون اتهامات. كيف الحراك اليوم في مجلس النواب؟ نعم سيدي، يسعد مساك ويسعد مسا أخوانا المشاهدين. يعني بدون شك كما تعلم أن هناك استحقاق دستوري سنوي في مجلس النواب لإجراء انتخابات للمكتب الدائم المتمثل في انتخاب رئيس المجلس ونائبين، النائب الأول والثاني ومساعدي رئيس مجلس النواب واللجان البرلمانية 20 بعد التعديل الأخير للنظام الداخلي. من هذا المنطلق يعني تتجه الآن مجموعة من الكتل النيابية لترشيح مرشحيها وأعضائها لبعض مواقع المكتب الدائم والتحضير لمثل هذه المعركة الانتخابية القادمة، إن جاز لي تسميتها معركة انتخابية، فإحنا تعودنا عليها حتى في انتخاباتنا النيابية بشكل عام في دوائرنا الانتخابية على أنها معركة انتخابية. يلوح بالأفق الآن ويعني ما ثبت خلال الآونة الأخيرة أن هناك مرشحي لكتلة وطن، النائب المهندس عاطف الطراونة، ومرشح
كتلة الإصلاح الدكتور حازم قشوع ومرشح المبادرة النيابية الزميل الكريم والفاضل حديثة المهندس حديثة الخريشة ومرشح كتلة العمل الوطني المعالي الأخ مفلح الرحيمي وكتلة النهضة معالي الأخ أبو هزاع أمجد المجالي. هناك أيضا حراك على المواقع الأخرى يعني فيما يتعلق بالنائب الأول والنائب الثاني والمساعدين، يبدو لي أن هناك مجموعة من الإخوان لا زالوا يدرسوا خياراتهم في هذا الشأن، لكن خيار الرئاسة أعتقد أنه حسم بهذا الاتجاه، ونحن ننتظر في الأيام القليلة القادمة قد يكون هناك حالة من الاتفاق بين يعني مجموعة من المرشحين لتقليص هذا العدد، لأنه يعني أعتقد أن العدد يعني 5 مرشحين هو عدد كبير، ويعني ما جرت العادة أن نتعامل مع مثل هذا الرقم لمرشحي رئاسة مجلس النواب، فأعتقد يعني خلال منتصف الأسبوع القادم يعني توقعي أن هذا الرقم سيقل قد يصل إلى الأسبوع القادم. نحن نتحدث اليوم السبت، إذا جاز لنا أن نقول أن السبت هو بداية الأسبوع فهذا الأسبوع، طيب. إن جاز لنا أن نتحدث عن الأحد كون يوم الدوام هو يوم بداية الأسبوع فهو منتصف الأسبوع القادم. طيب أنا بدي أسمع رأيك دكتور محمد. الحراك يشتد، نحن في الربع ساعة الأخيرة الكتل تتشاور، الحديث مستمر حول توافقات بين الكتل النيابية للوصول إلى صيغة اتفاقية على أقل لحظ أكبر قدر ممكن من مقاعد المكتب الدائم، هل هذا ما يحدث الآن؟ سيدي بداية أهنئ جلالة الملك وأبناء الوطن بالسنة الهجرية الجديدة، ونرجو الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة، وأيضا رئاسة لمجلس الأمة، رئاسة نرى على وجه هذه الرئاسة الخير والأمن والاستقرار لوطننا العزيز. نعم هناك الآن الوضع عبارة عن خلية نحل عاملة، الكل مجتهد من عنده من زملائنا المرشحين، ونكن لهم كل الاحترام والتقدير كأعضاء مجلس أمة أو مجلس نواب خلينا نقول، وبلا شك لكل مجتهد نصيب، واللي بده لنفسه لا تلومه، هناك جهد يبذل الآن من جميع المرشحين من خلال طموحهم وطموح المؤازرين الكل لإيصال مرشحه حسب أمله وطموحه إلى رئاسة مجلس النواب وإلى المجلس الدائم. والحراك المستمر من وجهة نظرك هذا سيدي الحراك؟ هناك حراك، ولكن هذا الحراك خلال 3-4 أيام القادمة سيكون هناك مفاجآت ضمن هذا الحراك، وأؤكد على ذلك، سيكون مفاجآت ضمن 3 أيام القادمة وتغيير في خارطة الانتخابات. لأي درجة التغيير راح يكون؟ ضمن الحلبة، ولكن قد يكون هناك مفاجآت، بقول لك مفاجآت ممكن تغيير الخارطة؟ نعم نعم ممكن. طيب مهندس حديثة، مفاجآت كتغير الخارطة، أنت مرشح للرئاسة، نعم، واليوم حديث عن تغيير الخارطة في الأيام الأخيرة ممكن تقلب كل موازين المعادلة الآن في انتخابات رئاسة مجلس النواب، صحيح؟ يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشكرك على هذه الاستضافة، شرفتني. يعني كما تفضل الزميلين الفاضلين، سيشهد الأسبوع القادم استحقاق دستوري لمجلس النواب بانتخابات رئاسة المجلس وانتخابات المكتب الدائم لمجلس النواب 17. تفضلوا الزميلين يعني وشرحوا واقع الحال حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالمرشحين، وتفضل الزميل الفاضل الدكتور محمد بأن هناك ستشهد مفاجآت. الحقيقة المفاجآت واردة في أي لحظة، ولا أحد يستبعد ولا أحد يستغرب، ليس قضية مفاجآت، إنما هو قد يكون هناك نوع من أنواع الحراك متوقع، أي مرشح يتوقع أن يحصل أمامه تحركات معينة، هذه واردة في أي عملية انتخابية. أنا لا أعتبرها مفاجأة، أي شيء سيحصل أنا لا أعتبره مفاجأة، إنما هو توقع، أنا أتوقع كثير من الحركات والتحركات فيما يتعلق بالمرشحين. لكن انسحاب مرشح من كتلة سيضع علامة استفهام على أقل تقدير على أصوات هذه الكتلة، صحيح؟ يعني وإذا ما صبت لصالح مرشح دون آخر ستقلب الموازين، ليس كذلك؟ ما في شك أنه هذا شيء يعني وارد جدا، ويجب أن يكون فيه حسبان أي من المرشحين، أن يكون هناك
توقعات لانسحابات قادمة من قبل أي من المرشحين. هذا شيء يجب أن يكون أي مرشح واضعه ضمن حساباته وضمن قراءته للخارطة الانتخابية. طب سؤال يعني حقيقة سؤال مشروع، أنه يتم ترشيح رشحتك المبادرة النيابية مثلا، نعم. كتلة وطن رشحت المهندس عاطف الطرعوني، الإصلاح رشحت حازم قشوع، مع الاعترام للألقاب للجميع، كيف يتم الترشيح؟ يعني هل هو قرار بالتصويت داخل الكتلة؟ تفضل كونك أنت مرشح مهندس. نعم، فيما يتعلق بترشحي أنا على سبيل المثال في كتلة المبادرة النيابية، أنا رشحت من قبل الكتلة، يعني تصويت داخلي، جرى تصويت، جرى اتفاق في الكتلة، وتم اتخاذ قرار بترشيحي لموقع رئاسة المجلس النواب. تم التصويت على هذا القرار ولا؟ نعم تم يعني التصويت. يعني كان لك منافس داخل الكتلة؟ ليس منافس الحقيقة، ليس منافس لموقع الرئاسة، إنما هل نخوض كما اسماها الزميل وأنا معركة. لا أحب هذه التسمية، معركة رئاسة. تم التصويت، هل نخوض معركة رئاسة أم لا؟ وأغلبية إن لم يكن يعني 90% من أعضاء الكتلة اتخذوا قرار بأنه لنا فرصة قوية وبأن نخوض هذه المعركة، وتم ترشيح بناء على هذه الرؤية. كذلك الأمر في واواو وطن ووسط، أكثر شوية من واواو في الحقيقة، بس يعني أكثر من واواو. تفضل. فيما يتعلق بالتساؤلات حول المفاجآت، شوف مدام الترشيح لمواقع المكتب الدائم مفتوح لحين افتتاح الدورة العادية من قبل جلالة الملك حفظه الله ورعاه، ومن ثم تعقد جلسة لمجلس الأعيان، وبعدها مباشرة يشرع مجلس النواب في عقد جلسته لإجراء الانتخابات، إذن في ذلك الوقت يحسم ترشيح الرئاسة، ولذلك يعني متوقع المفاجآت. لكن كم ستكون هذه المفاجآت لها أثر إيجابي أو سلبي على العملية الانتخابية وعلى أوضاع المرشحين القائمين؟ يعني أنا أعتقد أنه يعني لن يكون لها أثر سلبي بقدر ما قد يكون لها أثر إيجابي في تقليص العدد، حتى يستطيع النواب أن يتعاملوا مع عدد معقول من المرشحين. هي الجلسة الأولى ستعقد برئاسة أكبر النواب سنة، أكبر الأقدم، لا لا. الأقدم برلمانيا، ومن ثم إذا تساوى نواب اثنين في القدم برلمانيا، يأتي الأكثر دورات برلمانية. يعني من سيكون رئيس الجلسة؟ عبد الكريم الدغمي هو الأقدم والأكثر، لأنه يتساوى هو ومحمد الحاج في القدم نيابة 89، مجلس الثاني عشر أعتقد. ومن هذا المنطلق تحسب الآن عدد الدورات البرلمانية. عبد الكريم الدغمي بدون شك عنده دورات برلمانية أكثر من محمد الحاج، فهو سيرأس جلسة مجلس النواب الأولى كونه ليس مرشحا، لأنه لا يجوز للمرشح أن يرأس الجلسة. فيما يتعلق بترشيح الرئيس أو المرشح للرئاسة المهندس عاطف الطراونه الرئيس الحالي لمجلس النواب، نعم اجتمعت الكتلة وتم اتخاذ قرار من الكتلة، ومن ثم اجتمعت الكتلة مع كتلة الوسط الإسلامي التحالف التي هي في حلف، وتم اتخاذ أيضا قرار من الائتلاف في ترشيح المهندس عاطف الطراونه، ومن ثم توجهنا إلى حليف ثالث واتفقنا معه أيضا على من هو الحليف الثالث؟ سيظهر إن شاء الله خلال أيام، يعني من هو إن شاء الله إلى يوم أحد الكتل يعني تحالفت معكم. نعم في انتخابات كتلة نعم، وسيكون بإذن الله في كتلة رابعة يعني من هون ليوم. اسمح لي بس، أنا في غير الكتل، لابنا نوقف عندها شوي صغير، أنا عندي غير الكتل هذول في مجلس النواب. لا توقف على راحتك، وطن سأل على راحتك، ما راح أعطيك معلومة لو ظليت لآخر الحلقة. طيب وطن والعمل الوطني، النهضة، المبادرة، الإصلاح، خمس كتل، في غيرهم في المجلس؟ طبعا. مين؟ في النهضة. وين رحت فيها؟ كتلة النهضة. طيب وين رحت بالتجمع الديمقراطي؟ المجال يا حطيت ذكرت. وين رحت بالتجمع الديمقراطي؟ التجمع الديمقراطي يعني تحالفتم مع التجمع الديمقراطي؟ سيدي احنا بنطرح اسماء، وين رحت بالاتحاد الوطني؟ وين انا بطرح لك اسماء الكتل؟ في كتلتين مش مذكورين، يعني التجمع الديمقراطي ما لهم مرشح. ما دامك اتهمتني بان لا لا لا, لا يعني الاتحاد ما اتهمتك. احد الاتحاد الوطني ما لها مرشح. ايش سميت؟ هل تحالفتم؟ لا 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 لا، خبير في الشأن النيابي. طيب التجمع الديمقراطي هل تحالفتم مع كتلة ليس لها مرشح ولا احد الكتل المرشحه؟ هون السؤال. تحالفنا ائتلاف وطن الوفاق انه ما لهم مرشح. لا انا بعدني بذكر له في كثير كتل، بس انا ما مش راح نخوض الان باسماء الكتل، بس اللي بدي اكد عليه محمد لن تصل الى نتيجه. انا بعرف اللي انت تبحث عنه بدك تحصر الخيارات، وهذا صعب، يعني مش راح تصل معي الى نتيجه، لانه بتعرف هذه بالنهايه يعني اسرار انتخابيه، ومن حق طيب. تلك الكتله ان تعلن في الوقت المناسب. الكتله ستعلن مش الائتلاف. الكتله ستعلن ومن بعدها يعلن الائتلاف عن يعني البدء
بدء عمليا في هذا الأمر، وسيكون في كتلة رابعة. يعني نحن نتحدث إن شاء الله من هون إلى منتصف يعني الأسبوع، يعني يوم الاثنين بحد أقصى الثلاثاء إن شاء الله سيتم الإعلان عن ائتلاف من 4 كتل نيابية لترشيح المهندس عاطف الطراونة لرئاسة ومتفقين. اسمح لي بس أنا خليني أظني معك في الأربع كتل اللي بده يعلن عنها يوم الاثنين أو الثلاثاء، متفقين على رئاسة المجلس، على الرئاسة والمكتب الدائم ولا الرئاسة فقط؟ مبدئيا نتحدث عن الرئاسة، ومن ثم سيصار إلى تفصيل المواقع الأخرى للمكتب الدائم. هذا الكلام ألا يقلب الطاولة ويقلب أبدا سيدي كافر. هذا ما يثبت ما ذكرته في بداية هذه الجلسة أن هناك مفاجآت، وهذه إحدى المفاجآت. بس إيجابية دكتور؟ نعم إيجابية. هل إيجابية لمن؟ لمن إيجابية؟ نعم. يعني اسمح لي يا دكتور. نعم. إذا بتحكي بإيجابية عندما تتحالف 4 كتل خلف جميل. مرشح واحد أنا عندك، هذا ترسم خارطة نيابية تتجه نحو رئاسة واضحة. زملائنا ونكل لهم كل الاحترام، وهذه روح رياضية. بالمقابل احنا طرحنا ككتلة الإصلاح معالي الأخ حازم قشوع، ومتفقين معه في الاستمرار أو غير الاستمرار ولآخره. تبحثون عدم الاستمرار؟ لا، احنا لحد الآن سنجلس وندرس الخارطة والمعطيات. تدرسون الخارطة والمعطيات وبناء عليه ستقررون؟ وبناء عليه سنقرر. يعني بمعنى كلامك أن الترشيح ليس نهاية، الترشيح خاضع للبحث لدى الكتلة. أنا بنظري كل مرشح يجب أن في قبل يوم الانتخابات لابد من إعادة حساباته، وعلى هذا الأساس لابد من أن نعيد حساباتنا احنا قبل موعد الانتخابات. بالمقابل هناك بالطرف الآخر مثل ما ذكر أخي وحبيبي سيكون أيضا هناك مفاجآت وتكتلات. أنا بتكلم كمطلع على هذه الأمور. أيضا المرشحين الآخرين سيكون عندهم تكتل وائتلافات. بالمناسبة هناك أيضا مقايضات الآن تتم على المكتب الدائم واللجان، يعني بروفات ومواعيد ولآخره. إذن من هذا المنطلق يعني راح يكون هناك مفاجآت ضمن الحلبة. يعني طيب مش احنا ما بنحكي مفاجآت، يعني تسخين خلينا نقول للموضوع. طيب هي دكتور كل الموضوع اكيد المفاجآت ستكون داخل الحلبة، داخل يعني فيش واحد. نعم. فيش نائب 151 راح يدخل على المجلس؟ لا لا لا، راح يكون مرشح جديد ضمن المرشحين. الترشيح واضح، نتحدث عن 149 سيدي، فما راح يكون ال 150 يعني ما في يعني رحمه الله يرحمه. لكن السؤال الان ضمن هذا الإصلاح ككتلة عندكم مرشحين لنائب الرئيس، أنا ما بأدخل في مكتب الدائم قبل ما أنهي الرئاسة، لكن في ذات الرئاسة متى ستحسم الكتلة قرارها تجاه الاستمرار في الترشح أو التوقف؟ خلص نسحب مرشح. نعم، عندنا بكرة إن شاء الله غدا مساء جلسة قد نحسم هذه الأمور كاملة. غدا مساء مهندس حديثة، يعني نعم. عندكم الآن عندك الآن تصور 4 كتل ستتحالف، كتلة تبحث غدا موضوع الترشح أو عدمه، والكتل أثبتت على فكرة بس باب ملاحظة في الانتخابات الماضية كان لكم موقف واضح أن الكتلة قادرة على إنجاح مرشح إذا ما التزم أعضاؤها بما ترغب، ولواو تجربة واضحة في هذا الموضوع. أنت حطيت أصبعك على الوجع الحقيقة، إذا ما التزمت بداية الكتلة، لكن واقع حال المجلس والزملاء يعلمون ذلك أو أكثر مني يمكن. أين الكتل حتى هذه اللحظة؟ هناك إعادة تشكيل أو في صدد تشكيل 3 كتل جديدة في المجلس. هناك كتل في بداية الدورة العادية من الكتل الحالية المسجلة في مجلس النواب في 3 أو 4 كتل سيتم إلغائها بسبب أنه عددها نقص عن العدد المفروض أن يتوفر بموجب النظام الداخلي. زمين. يعني أنا لا يحضرني، يعني اسمح لي أن لا أتطرق الأسماء، لكن عندما تنظر إلى الكتل التي تتشكل وتستعرض أسماء النواب المشكلين لهذه الكتل ستجد بأنهم جاءوا من كتل موجودة حاليا، وهذه الكتل تتناقص عددها، ممكن أن تستقطب نواب جدد، ممكن أن تندمج مع كتل أخرى، هذا شيء يعني سيتم الحقيقة يعني ظهوره على الساحة في بداية الدورة العادية في خلال الشهر الأول من بدء الدورة العادية. فبالتالي أخي الكريم، يعني التحدث الآن عن كتل وتحالفات يمكن كانت في الدورة السابقة احتماليتها قوية جدا، لكن في الدورة الحالية
أنا أؤكد لك بأنه التحدث عن الكتل ليس بالقوة التي كانت عليه التحدث مع الكتل كما كان في الدورة السابقة. هذا شيء مؤكد وزميلين أعتقد أنهم إلى حد ما قد يتوافقون معي. ضعفت الكتل ولا ظهرت كتل أقوى وجذبت النواب وباتت هي صاحبة الكلمة؟ الموضوع الكتل عم بتعيد ترتيب أنفسها. في كتل، في نواب، في كتل انسحبوا من هذه الكتل وبصدد أن يشكلوا كتل جديدة في مجلس النواب. هاي واحد. اثنين، يعني أنت ذكرت قضية الالتزام، يعني أنا عندي تأكيدات من قسم كبير من النواب بأنهم ليسوا ملتزمين بكتلهم بالطريقة. أنا هذا شيء الحقيقة يعني لا أحبذه في مجلس النواب، لكن هذا واضح وموجود، ويمكن الزملاء يعني لامسينه إلى حد ما، يمكن ما يحبوا يعترفوا هذا شأنهم، لكن هذا واقع الحال في مجلس النواب. هناك أمور يعني لا تسير في الكتل كما تبغي أو ترغب هذه الكتل أن تسير. عندك هذا كلام هذا كلام حزن. هنا تساؤل دائما. اسمح لي دكتور خالد، بدي أذكر زميلي الفاضل وحبيبي المهندس حديثة أن النظام الداخلي لم ينص على إلغاء الكتلة، قال تستمر الكتلة في تأدية مهامها حتى إذا الدورة، حتى نهاية الدورة. تسمح لي سيدي بس لم يذكر نهاية الدورة وغيرها. قال تستمر الكتلة في تأدية مهامها إذا لم ينقص عددها عن 50%. يعني ما دامت الكتلة فيها 50% وأكثر فهي كتلة قائمة، لا نستطيع أن نقول بأن هذه الكتلة التغت. هذا واحد. اثنين، يعني إذا أنا فيما يتعلق بإتلافي، إذا سمحت لي عند قاطعك في هذه النقطة بالذات، هذا منصوص عليه في النظام الداخلي ولكن مذكور حتى نهاية الدورة العادية. سيدي ارجع للنظام الداخلي. نعم، إذا مذكور لنهاية الدورة العادية وتستطيع أن تتأكد تليفونيا. هو للأسف أنه ما ذكر، وإنما نستطيع أن نحتكم إلى تفسير أن إرادة المشرع في ذلك الوقت أرادت أن يكون لنهاية الدورة ولكنه لم يرد نصا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أنا أتحدث عن كتل قائمة بأعدادها وبنسبها، ويعني كتل موجودة أعدادها وتمارس عملها. أنا لا أتحدث عن كتل بحاجة إلى تأسيس، ولا بتحدث عن كتل ألغيت عن الوجود. أنا أتحدث في الائتلاف عن كتل قائمة، كتل قائمة وماخذة نصابها. هذا فيما يتعلق هذا في ائتلاف واو ولا ائتلاف الأربع كتل؟ ائتلاف الأربع كتل. فيما يتعلق، اسمح لي بس، إذا 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 في كتل جديدة وفي نواب شكلوا كتل جديدة وفي نواب خرجت من رحم نواب، يعني خلني أعطيك أمثلة. أعطيني مثال. تجمع الديمقراطي فيه الآن 11 نائب، اللي كانت كتلة الزميل الفاضل وهو الأقرب للحديث عنها، فيها الآن 11 نائب تستمر في عملها ولا زالت تسعى لاستقطاب نواب جدد، ولكنها مستمرة في عملها حتى ضمن ال 11. الوسط الإسلامي فيها يمكن اليوم 12 أو 13 أيضا تستمر في عملها. كتلة الوفاق أيضا فيها بحدود ال 11 أو 12 أيضا مستمرة في عملها، ولا زال الحراك جاري لتكملة هذا العدد. اثنين، نحن دخلنا في هذا الحراك الانتخابي وعندنا حوالي 23 نائب مستقل. يعني إذا ما بدي الآن ذاكرتي تخوني بالعدد، قد يكون 20 مش 23 بس مش أقل من 20 مستقلين. هذول هم اللي أعتقد يعني سيصار إلى تأسيس الكتل. اثنين، يعني أنا لا أتحدث، يعني مش قاعد بقول لك بعد 4 سنوات، أنا بقول لك يوم الاثنين. فيوم الاثنين بعلن ائتلافي، وإذا كان في أي كتلة النظام الداخلي لا يجيز لها أن تعمل، يا سيدي أنا الاثنين راح تعلن الائتلاف بعد بكرة، الاثنين أو الثلاثة صباحا، الاثنين مساء أو الثلاثة صباحا. اسمح لي بس هيك أقول أنا، اسمح لي بس دعني أكمل. فيما يتعلق بقضية الالتزام الزملاء، أنا أعتقد لدينا تجربة والتجربة واضحة، وزملائنا يعني ملتزمون إلى حد يعني كبير جدا في قراراتهم. إنما قد تكون هناك بعض المجاملات التي تحدث معنا حتى في انتخاباتنا، إنه أنت بتفوت على بيت ممكن يجاملك، ولكن لديك القدرة، وهنا تأتي يعني فراسة المرشح أن يحدد من الشخص اللي بجامله من الشخص اللي ملتزم معه. أنا أجزم وأتحدث اليوم أنا باسم الائتلاف القائم أن الائتلاف القائم ملتزم التزاما مطلقا بالرئيس عاطف الطراونة، ولا يوجد حتى يعني ما يعني يعكر صفو هذا الأمر، لسبب لأنه إحنا لم نطرح أنفسنا ولم نفرض أنفسنا على الساحة. إحنا جمعنا الكتلة، عقدنا اجتماع وقلنا الآن مقبلين على انتخابات رئاسة، من يرغب بترشيح نفسه كمرشح كتلة للائتلاف ليصار إلى إقرار هذا الأمر.
ترشح المهندس عاطف الطراونة ولم يترشح أي شخص آخر لهذا الموقع، ولذلك صوتت الكتلة بالإجماع على عاطف الطراونة، ومن ثم ذهبنا إلى الائتلاف وقلنا يا ائتلاف هذا مرشح كتلة وطن إليكم، هل لديكم أي مرشح رئاسة؟ كان زميلي وأخي وحبيبي الأخ مصطفى العماوي، ومن ثم الأخ مصطفى العماوي في كتلة الوسط الإسلامي قال أنه أنا لست مرشحا للرئاسة، فتم الترشيح المهندس عاطف الطراونة. الآن المهندس يتحدث باسم كتلتين وهو مرشح دون وجل ولا خجل ولا مجاملات، يعني كان حديث يعني ودي أخوي ما بين الزملاء، وتحدث بكل صراحة أنه إذا شايفين أنه أنا فرصتي ضعيفة أو شايفين أنه في أحد له رغبة في ذلك فليتقدم المسيرة، أنا ما عندي مشكلة. فتم الإجماع، ولذلك أنا أؤكد لك بأن التزام هذا الائتلاف سيكون بالكامل. اسمح لي أستوقفك دقيقة، لأنه إحنا عندنا أزمة وخلاف حول موضوع النظام الداخلي، مش هيك؟ الكتلة تستمر أو لا تستمر. معنا عبر الهاتف الدكتور مصطفى ياغي، نائب دكتور مصطفى ياغي ورئيس اللجنة القانونية النيابية السابق. دكتور مصطفى، أنت أحد من صاغوا النظام الداخلي وسمعت الخلاف في الإدارة حول موضوع النظام الداخلي وموضوع الكتل تستمر أو لا تستمر إذا كانت للنصف، أرجو التوضيح إن تكرمت. يسعد مساءك يا أخي محمد، ومساء ضيوفك، ومساء كل المشاهدين. مساء الخير. في الواقع الكتل عندما تبدأ وتودع أوراقها لدى الأمانة العامة إذا ما فقدت نصابها فهي تستمر حتى نهاية عمر المجلس، ليس بالضرورة في كل دورة أن يشكل كتلة، لكن النص جاء أنه يجوز للأعضاء أن يتحرروا من كتلهم في نهاية كل دورة عادية لتشكيل كتل جديدة أو للانضمام إلى كتل قائمة أصلا. لكن الكتلة التي تأسست وأودعت أوراقها في بداية الدورة العادية بعد تعديل النظام الداخلي إذا ما لم تفقد نصابها القانوني، أي لم يخل عدد أعضائها عن 50%، فتبقى قائمة حتى نهاية عمر المجلس، ولا ضير في أن تبقى قائمة بأقل من 15. ورد في النظام نص أو عبارة الدورة العادية؟ لا، على الدورة العادية هي فقط كانت الهدف من الدورة العادية أن تودع هذه الكتلة التي تتشكل في بداية الدورة العادية، يعني أن تودع أوراقها لدى الأمانة في بداية الدورة العادية، ولا يجوز يعني عند إيداع الأوراق أن ينتخب يعني أن يستقيل أي من أعضائها، وإذا ما استقال أي من الأعضاء في نصف النظام الداخلي فيفقد أي امتيازات حصل عليها أثناء أن كانت في كتلته، ويبقى مستقلا ولا يجوز له أن يذهب إلى كتلة أخرى أثناء الدورة العادية، ولكن يجوز له الذهاب إلى كتلة أخرى أو تشكيل كتلة جديدة بعد نهاية الدورة العادية. كل الشكر لك دكتور مصطفى ياغي، أعتقد النقطة باتت واضحة. لا اسمح لي، يعني أنا أختلف مع الزميل الفاضل الدكتور مصطفى ياغي وهو القانوني والخبير القانوني، يعني هو خبير قانون الدستوري. نعم، هو أغفل قضية أنه في بداية كل دورة عادية على كل كتلة أن تقدم أوراقها، إذا يعني كل كتلة يجب في بداية كل دورة عادية أن تتقدم بأوراقها وبما في ذلك العدد، وحتى يعني تؤكد على ما إذا سمحت لي، يعني أنا فيما يتعلق في قضية النظام الداخلي يعني حتى يكون الأمور واضح، أنا أحترم وأجل ما تفضل به الزميل الفاضل، وإذا اختلفنا بالرأي فذلك لا يفسد للود قضية، لكن أنا سأذكر الزميلين الفاضلين والمشاهدين من النواب الكرام بأنه يعني الزميل الفاضل في صياغة النظام الداخلي الحالي فيما يتعلق بانتخابات النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب في الدورة الماضية الحالية التي يعني المكتب الدائم الحالي في بداية الدورة العادية النائب الأخيرة، الخلاف عن النائب الأول والنائب الثاني، هو كان يقول بأنه يتم انتخابهم بنفس طريقة انتخاب الرئيس، وأنا خالفته الرأي بأنه لم يكن واضحا في النظام الداخلي عن كيف يحسب كيف يعتبر النائب المرشح ناجحا بموجب النظام، لأنه لم يكن واضحا، وجرى خلاف تحت القبة في هذا السياق، وتم التصويت من قبل المجلس بأنه فعلا غير واضح، وتم انتخابه بنفس طريقة انتخاب نائب الرئيس، ومع ذلك قام مجلس النواب باستفتاء الديوان الخاص بتفسير القوانين بموجب الدستور، هو الجهة التي تفسر القوانين والأنظمة المعمول بها، وجاء يعني رد وقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين بأنه فعلا النظام لم يكن واضحا فيما يتعلق بطريقة انتخاب الرئيس. فأنا يعني أجل ويعني مثل ما ذكرت لك رأي الزميل الفاضل الدكتور مصطفى ياغي، ولكنه ليس قرارا نهائيا، أرجو أن لا يعتبر هذا القرار النهائي، في بداية كل دورة عادية على كل كتلة أن تقدم أوراقها.
على كل, على كل ممكن لي. يعني اسمح لي. وانا بعتقد انه سيقوم انا بس من باب التوضيح على الكتله ان تقدم اسمح لي. خاص بتفسير القوانين. اسمح لي مهندس. نعم تفضل. الكتله تقدم اوراقها باسماء النواب اللي فيها من تبقى فيها على الاقل شيء. تفضل اسمح لي خلنا اوضح بس لانه حتى النقطه الخلافيه اللي تحدث عنها الزميل انا يعني كان لي الشرف باني احد بنات تعديل النظام الداخلي بصيغته الجديده. نعم تم تعديله بناء على ما ذكرته انا. لا احنا عدلنا اكثر من شغله يعني فيما يتعلق في انتخابات النائب الاول والنائب الثاني. اسمح لي زميلي الفاضل الخلاف كان ان انتخابات النائب الاول والنائب الثاني لم ترد كلمه بذات الطريقه التي ينتخب بها الرئيس لم ترد. نعم. ولذلك اجتهد المجلس وقال بأن هناك نسبتين للنجاح. الرئيس ينجح بالنسبة المطلقة أي يجب أن يحصل على 50+1 من الحضور. نائب الرئيس في السابق قبل التعديل اللي عدله الزميل مصطفى ياغي في الدورة العادية الثانية التي كانت الأولى عادية وبمثابة إذا ما أخذنا أن الدورة غير العادية هي الأولى تم تعديل النظام الداخلي ولم يذكر بأنه ينتخب نائب الرئيس النائب الأول والنائب الثاني بورقة واحدة. نقطة. لم يذكر بأنه بذات الطريقة التي ينتخب بها الرئيس. إذن هنا الخلاف نحتسب الأغلبية المطلقة ولا الأغلبية النسبية؟ هذا ما حدث في هذا ما حدث الأغلبية النسبية. فإحنا يعني أقرينا بنتائج الأغلبية النسبية. اعترض بعض الزملاء وتم الاستفتاء حول ذلك وثبت بأنه نعم أغلبية نسبية ما لم يرد نصا لأنه لم يرد نص لذلك. فجينا إحنا على التعديل اللي عدلناه خلال الدورة العادية وقلنا أنه ينتخب النائب الأول والنائب الثاني بورقة واحدة بذات الطريقة التي ينتخب بها الرئيس. أصبح هناك أهمية لأغلبية مطلقة حتى ينجح. طيب أنا فقط بدي أذكر بسؤال تطبيق رؤية اسمحوا لي. هل تعتقد بحدوث تطورات في انتخابات رئاسة مجلس النواب النسبة حتى اللحظة 17%؟ نعم 83%. لا. بعد الفاصل سنواصل حوارنا. ابقى معنا. اهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيوفنا الكرام. كان فعلا تبادل اصوات تحت الهواء. طيب انت اليوم اتهاماتك كثيره بالحق. لا انا قلت تبادل. انا محاوله تبادل. ساعدونا بانه هذه حلقه الاتهامات. طيب انا بيهمني انك انت يعني تضلك رايق بس عشان جايين على اساس مهم اليوم معك. دكتور محمد التساؤل حول ثبات الكتل. هل الكتل قادره على الثبات في معركه الرئاسه القادمه والمكتب الدائم القادم وهي ممكن اشرس المعارك هذه المعركه ستكون؟ سيدي احترامي لكل الكتل ولكن أنا لي رؤية واطلاع على وضع آخر. أمام تعدد المرشحين والآراء والطروحات وما إلى ذلك نتحدث الآن عن مؤازرين وليس كتل. يعني المؤازرين للأخ، المؤازرين لأخونا عاطف، المؤازرين لمفلح الحيمي، المؤازرين وإلى التكتل اللي راح يحصل في النهاية لحسم الموضوع وتبدأ الحمى مساء الخميس، ألا وهم المؤازرين مجتمعين لنفترض للمرشح الفلاني. أنا بقيس على كتلتي. الإصلاح احنا طارحين معالي الأخ حازم قشوع ولكن أعطينا الحرية إنه ومن خلال الديمقراطية كمجلس نواب نشرع والمفروض أن نكون نزاز إلى الديمقراطية إنه ما بنضغط على زملائنا في إنه يختاروا فلان من المرشحين اللي على الساحة. على هذا الأساس أنا مثلا تعويم يعني. أنا في كتلة الإصلاح ولكن بشتغل مع في العرعيمي افتراضا وهم على اطلاع من ذلك. أوكي رأي. إذن إحنا الآن نتحدث عن مؤازرين وقد يكون هناك مفاجأة للمرشحين اللي فيهم أخونا حديث الخريشة من خلال مؤازرين هؤلاء المرشحين اضطريت أن أتحدث ليكونوا شبه كتلة واحدة مؤازرة. وكذلك سيكون هناك تكتل ليس من الكتل من المؤازرين إلى أخونا وحبيبنا المهندس عاطف الطراوني. أنا بعطيك أمور راح تظهر على الواقع والحمى بتبدأ وارتفاع الحرارة من مساء الخميس. هذا ما أردت أن أتحدث به وبكل صراحة.
انت كتبت لي ورقه انا ما شفتها لا مخفي لدينا هو ما كتبها الا ضروري هيك راح يكون مفاجات بقول لك في عندنا مفاجاه لا هو كنت ما اود انه اشير له انه يعني هو ما تفضل به الزميل الكريم هو يعني ما ذكرته انا بذات السياق تقصد نعم وهو انه قضيه الالتزام الاعضاء الزملاء الافاضل في كتلهم وهذا الشيء الحقيقة أنا يعني لست من مؤيديه لكن هذا واقع أنت تتحدث عن الواقع بعيدا نعم. عن ما ترغب به أنت ترغب نعم. أن تكون كتلة ملتزمة لكن نعم. أنا خليني أسأل سؤال هون نعم. يعني تحدثت بوضوح أنه والله الكتل موضوع الثبات أنت ملتزم بأن الكتل ثابتة الدكتور والمهندس بيقولوا الكتل سيحدث فيها تحدث عن أنا بحكي الكتل الائتلاف نعم. لكن أنا روح رياضية الكتل الأربعة الكتل الأربعة بس يعني ما هو التصويت بمعزل صعب يعني مش سهل انك تضمن بتعرف وتحلفوا يمين حلفتوهم يمين لا يمكن ولا لا يمكن اقبل على نفسي اني اضع زميل الي في موقع اني احلف لا ولا لا شو لا يجوز كيف ضامن اعطيني انت ضامن لانه هذا نائب محترم يستحق التحريم الاحترام والتقدير لا يمكن لهذا انا لا اشكك بزملائي ألا يمكن أن يجامل كما يجامل غيره مثلا ما هم في ناس يجامل ولكن عند التصويت لا يجامل لأنه مش معني أنا مش طالب منه مجاملة أنا أتحدث معه بمنتهى الصراحة ويعني أنا يا سيدي أنا لا أتحفظ ولا أنزعج إذا جاءني زميل وقال لي بأنني ملتزم مع المرشح الفلاني أتلقى هذه المعلومة بكل احترام نعم. وتقدير ولا يوجد عنا لا إحنا بصولجاننا ولا بسيفنا إحنا نحكم النواب أبدا إحنا في عنا كتلة ملتزمة في عنا ائتلاف ملتزم في عنا زملاء مقتنعين بالبرامج اللي إحنا بنطرحها وبالشغل اللي إحنا بنطرحه واتفقتوا ككتلة وكائتلاف على نائب الرئيس الأول والنائب الرئيس الثاني لا لم يطرح إحنا بصدد إن شاء الله من هون ليوم الثلاثاء بتكون كل الصورة واضحة ولذلك عندكم قائمة ترشيح كاملة ولا هذا لم يبحث ندرس كل الخيارات الآن كل الخيارات الآن إجمعنا على الرئيس ولدينا خيارات النائب الأول والنائب الثاني والمساعدين ونبحث هذا الأمر وسيبحث وسيتخذ ولذلك بقول لك أنا ما هو مدى التزام الزملاء بما أطرحه بما أتحدث به لأنه كل زميل هو شريك في هذه العملية يعني هو يشارك في صياغة وصناعة قرار ترشيح الرئيس ويساهم أيضا في صناعة وصياغة قرار ترشيح نائب الرئيس ولذلك مش مطلوب منك أن تشارك في صناعة قرار إذا ما أنت مقتنع فيه من هذا المنطلق أنا أؤكد بأن الزملاء ملتزمون التزاما مطلقا في هذا الأمر يعني هو جميل وأنا أعيد حديث زميل الأستاذ بسام بدريني اللي حكى أنه الترشيح برامجي يظهر أول مرة والترجيح كتل مش مزارع على حد وصف الزميل بسام بدريني لكن ممكن هاي الصورة اللطيفة الجميلة الديمقراطية ما تنعكس على عرض الواقع وإن غدر النظر إلى قريب أنا عشان ترى بلقانا أنا وياك بالزمانات تحدثت عن تماسك الكتل النيابية وبتذكر كان في حوار وقلت لي خلينا نشوف من هون للدورة العادية قلت لك أؤكد لك بأن كتلة وطن كتلة ملتزمة وسيبقى عددها ثابت قلت لي للدورة العادية بتبين احنا كنا 18 صرنا 20 للعلم زدنا ما نقصنا يعني وسط فوسط يعني الآن عددها 13 قديش كانوا؟ كانوا 16 وبعتقد انه يعني قابلة للزيادة خلال الأيام القديمة خلال الأيام القليلة القادمة متأكد انهم كانوا 16؟ والله عاد إلا إذا أنت بدك تغير اللي أنا يعني كاتبه بيدي بصير مجاملة لك بنعملهم قديش بدك إياهم شو بدك قل لي شو 13 بدك 30 على 13 أنا برضيك أخ محمد مش راح اليوم ما راح أزعلك بشي 30 على 13 كوني مقبل ما أنت ما تكشف الأربعة كوني ما مقبل ما تخبي عنك كتلتين بدي بتخبي التحالف محمد أنا كوني مقبل على انتخابات اليوم بدي أظل على أطفك من هون لآخر الجلسة طيب أنا بدي أسأل سؤال في جانب آخر وهذا سؤال مشروع احنا بنعرف يعني في الو الرئاسه ابدا خذ مني ولا على نائب رئيس ولا على نائب رئيس الثاني ولا على المساعد ولا تدخلات خارجيه اطلاقا تاثير الزملاء استعين بصديق نائب قديم واحد مؤثر على سعادته ببعثه انا كمرشح هاي موجوده وتنوجد في كل زمان ومكان اما تاثير اطلاقا والله يا مجلس النواب اختار الذي تريد هكذا جاء ابدا وانا بالمناسبه وزملاء النواب وتحدثنا في هذا الموضوع يعني نوع من الشكوى او الاحتجاج وبعض الامور اللي بيلصقوها مجلس النواب يا للاسف يعني ما بياخذوا الايجابيات شو قدم مجلس النواب السابع عشر ولكن بكيلو تهم غير موجودة في مجلس النواب
وأعضاء مجلس النواب أرفع وأسمى وأجل مما تتحدث بعض الشخصيات وبعض المواقع. صحيح. يا للأسف. ولكن بودنا حال جلوسنا تحت القبة في هذه الدورة سنحاسب أي موقع ونقيم عليه دعوة من خلال مجلس الأمة ينشر خبر ما يثبت هذا الادعاء. طيب فيما اسمح لي بس مهندس حديثة في سؤالين. تفضل. في ضوء أخضر في ألو البعض بيقول معنا معي ضوء أخضر ما احنا بنحكي بصراحة اليوم معك ضوء أخضر تنزل والله يا ريت يا سيدي يصير معي ضوء أخضر وأخضر وأخضر ويصير لي ألو مثل ما بسمع أنه هيك تجرى أنه ممكن هيك الأمور بتجرى. حقيقة أنا بستكمل ما ذكره سعادة الزميل الفاضل من أسوأ ما يعني نلمسه نحن كنواب بأنه هذا المجلس يسير هذا المجلس يمارس فيه المال السياسي نعم. هذا المجلس ينتظر الأوامر هذا شيء الحقيقة مش لمصلحة الوطن بداية دعنا نتحدث مبدئيا أنت عندما تضعف مؤسسة دستورية بهذا الشكل كيف يعني ترغب أو كيف تتوقع من الشارع أن يتقبل القرارات التي ستصدر من هذه السلطة التشريعية أو هذه السلطة الدستورية لكن الحقيقة هذا أنا بصنفه ضمن أنواع الإرهاب الفكري الذي يمارس على بعض أعضاء مجلس النواب من اللي يعتقدوا البعض بأنه كل ما ضغطنا عليهم بأنه الحكي عنهم بهذه الطريقة ممكن أن يتأثروا بقراراتهم حسب ما يراه هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الجهات. يعني مهندس حديث ما في مال سياسي ولا في ألو ولا في ضوء أخضر. أنا أجزم بأنه مجلس النواب أعضاء مجلس النواب هم أجل وأرفع من أن يوصفوا بهذا الوصف. بالمناسبة في سنقيم دعاوى على هذه المواقع اللي تطرقت لهذه الأمور. هذا قام مجلس هذا النواب. هذا تشويش لمؤسسة دستورية تشريعية يحاول خلينا نقول تشويه سمعة مجلس النواب. يعني طيب. أنا مرشحين أنتم ترجعوا للقضاء وهذا الموضوع نتركه لكم أنتم أحرار فيما تفعلون كل احترام رأيكم يعني كمرشحين ومؤازرين أصبحنا ندافع عن منافس هذا المرشح افتراضا طيب. لأنه هذا تشويه لمجلس النواب كاملا طيب بيني وبينك وإحنا ما في حد سمعنا أعتبر في مال سياسي ما في ضوء أخضر ما في ألو صحيح؟ شكرا شوف يعني أنا أعتقد أنه هذا الأمر مش جديد لا في الوسط الإعلامي ولا في الوسط السياسي هذا كلام يعني عايشناه بكل دوراتنا الانتخابية ودائما وأبدا يعني تجد هناك من يستفيد بإطلاق بعض الشائعات التي تنال من إما يعني كرامة النواب أو من كرامة المرشحين أو لا سمح الله قد يعتقد بعض المؤازرين بأنه يخدم مرشح على حساب مرشح إذا ما أطلق إشاعات معينة هلا هي مش إشاعات أنا هذا يعني بعيدا عن هذا المجلس وما بدي أعطي عن هذا انطباع المجالس السابقة إذا حكيت لك اللي بدك إياه أنت بتخلينا أكمل تقول لي ليه يعني أنا أؤكد لك تأكيدا مطلقا بأن الألو وإن وجد هذا خطأ كبير والنائب من حقه العيب ليس على من يتصل العيب على من يستجيب سواء للألو أو لغيره هذا واحد اثنين إذا كان في مال سياسي أنا أعتقد أنه هذا أمر محسوم لم أشاهد وأنا وصفتني وشكرا لك أنا هذه الانتخابات الثالثة التي أشارك في الصف الأول في إدارتها بكل تفاصيلها وأنا أؤكد لك بأني وزملائي يشهدوا بهذا الكلام المرة الماضية كنت يمكن على عكازتين المرة هاي لا والله جريني صاغ خادماتني وأتحرك ما بين زملاء النواب في كل كتلهم وبزور يعني يمكن 80% من زملاء النواب صرت زيرهم في بيوتهم وجالسهم ومحاورهم لم أسمع بهذا الكلام ما بين النواب أنفسهم إنما من يتحدث والله في مال سياسي طيب أنا الآن في كتلتك يا محمد الخالدي طلعت من كتلتك ورحت على كتلة الثانية بالتأكيد قد يتراود لنفسك إني أنا رحت لأسباب هسه هاي الأسباب أنت بتبلش تصيغ حكايات وقصص مشان تبرر لنفسك أنه ليش أنا تركتك
أنا بعتقد أنه كل الزملاء اللي يتحركوا ما بين الكتل في بداية الدورة العادية حراكهم متعلق بأنه قد يعتقد بأنه وجد هذه الكتلة ببرنامجها قد يتفق مع آماله وطموحاته، ما وجد هذا الأمر ولذلك اضطر أن ينتقل إلى كتلة أخرى يعتقد أنه من خلال وجوده بهذه الكتلة يستطيع أن يقدم أفضل. هذا هو الحراك اللي بيصير. أما والله نظلنا نتهم ونقول والله مال سياسي ونقول ما في ألو وما في ألو، أنا بعتقد هاي زميلي وأخوي الحبيب والعزيز واللي بحترمه وزميلي الدكتور الفاضل، أنا بقول من يتأكد بأن هناك تدخلات سواء ألو أو مال سياسي يا أخي فليعتكف يثبت ما يشارك. لا لا ما يشارك بالانتخابات، نعم. ما يشارك لأنه لا يجوز كمان. ما هو لا يجوز ولا يا سيدي إحنا نتحدث يا صديقي يا أخي يا محمد بيك، أنا قصة الضوء الأخضر وقصة الألو نسمع الكثير في هذا الشأن، لكن في الحقيقة الانتخابات السابقة أنا والله تدخلت بكل تفصيل فيها، والله بكل جزئية، والله إني أعلم كل جزئية فيها، وهذه الانتخابات والله أدعي فيما يتعلق بشغلي وبائتلافي وبمرشحي يعني ومطلع على بعض الأمور فيما يتعلق بمنافسينا بكل، والله لم أشاهد ولم ألاحظ كل هذا الكلام، ونوابنا أنا أعتقد أجل وأرفع من أشكر. أن تلصق بهم مثل هذه التهم. طيب ما في مال سياسي وما في ألو ما في ضوء أخضر، والمفاجآت منتصف هذا الأسبوع ونهاية الأسبوع الجاري وانسحابات وتحالفات جديدة سنشهدها في انتخابات رئاسة مجلس النواب وانتخابات المكتب الدائم للمجلس، هل تعتقد بحدوث تطورات في انتخابات رئاسة مجلس النواب؟ 15% نعم و5% لا. كل الشكر لكم ضيوف الكرام، شرفتوني بحضوركم. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة الليلة، اللقاء يتجدد بكم غدا، أجمل تحية، تصبحون على خير.